اليوم الإخبارية، أخبار على مدار اليوم والساعة. اسمع الخبر وانت في مكانك. عاجل من التعليم، نستهدف توزيع التابلت ومحمول على التلاميذ من رابعة ابتدائي حتى ثالثة إعدادي. كشف تقرير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات المقبلة تستهدف التوسع في مشروع الإنترنت التعليمي الآمن من خلال توزيع أجهزة التابلت والمحمول واللابتوب لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، إضافة إلى ربط المدارس الإعدادية بشبكات الإنترنت وميكنة الفصول. وأضاف التقرير أن إتاحة محتوى رقمي للطلاب يتطلب توفير أدوات وصول الطلاب إليه لتحقيق أكبر استفادة، موضحة أن الوزارة نجحت في توزيع قرابة 2 مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين، وربطها المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصري قائلة: نظام البوكلت تم إلغائه ولن يعود مشيرا إلى أن الامتحانات ستعقد إلكترونيا والتصحيح أيضا سيكون إلكتروني. وشددت الوزارة على أن الفترة المقبلة تشهد ميكنة الإجراءات الخاصة بالمدارس الخاصة وحوكمة الأداء الإداري والمالي والفني للمدارس الخاصة لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار في التعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والوزارة. وكانت وزارة التربية والتعليم شددت على عدم نشر أي تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين أو المدارس، وعدم نشر أي منصات تعليمية أو تدريبية أو إجراء اختبارات أونلاين إلا بعد التنسيق وموافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات. ثم أطلقت منصة التعليم المصري وهي الدليل الشامل للعام الدراسي. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم إتاحة البريد الإلكتروني الموحد والذي يخدم أكثر من 20 مليون طالب من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية وجميع المعلمين. أتمنى ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الأخبار الجديدة يوميا. اليوم الإخبارية، أخبار على مدار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.